خاض المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال في 6 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ميرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ملاوي، استعدادا لخوض مباراة الغد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. كابتن إيهاب جلال وضع اللمسات الأخيرة في مران اليوم على الخطة التي سيواجه بها إثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن ما بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط 3 للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات. أيضا عايز أقول لحضراتكم أن منتخب مصر بالأحمر وإثيوبيا بالأخضر في الجولة الثانية من هذه التصفيات، وطبعا بعض الصور الحقيقة بكابتن إيهاب جلال بيعاين ملعب بينجو الدولي المستضيف لمباراة مصر وأثيوبيا. زي ما حضراتكم عارفين طبعا هي ليه مصر وأثيوبيا بيلعبوا في ملاوي، لأنه الاتحاد الأفريقي رفض أن أثيوبيا تلعب على ملعبها، لأنه لم يكن هذا الملعب في أثيوبيا من الملاعب المؤهلة لاستضافة هذه التصفيات. ده الملعب زي ما حضراتكم شايفين، ملعب جيد، ما اعرفش شكله بيقول كده، يعني شكل الملعب بيقول ان هو ملعب حلو، انجلته لطيفه حلوه، شكلها حلو يعني. ودي النهارده زي ما حضراتكم شايفين الكابتن ايهاب جلال بنفسه كان مع ادارته الفنيه كان بيعاين الملعب وبيشوف الملعب طبعا اللي هيلعب عليه منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. عمرو السولية قال، كابتن إيهاب جلال أيضا قال إنه مباراة إثيوبيا ليست بالمباراة السهلة في الجولة الثانية. مش عارف يعني، طبعا إثيوبيا من الفرق الجيدة، المنتخبات الجيدة طبعا وكل حاجة، ولكن هي ليست مباراة سهلة. مين قال إن هي مباراة سهلة؟ عمرو السولية أيضا استعدادا لمواجهة إثيوبيا أهو لسه بيقول لا توجد مباراة سهلة، كل المباريات في افريقيا تحديدا هي مباريات ليست بالمباريات صعبه، هي مباريات صعبه، يكفي الجو، يكفي الحراره، يكفي الرطوبه، يكفي نوعيه النجيله مختلفه حتى عن نوعيه النجيله اللي احنا بنلعب بيها هنا عليها هنا في القاهره. عايز اقول لحضراتكم ايضا الاتحاد الكوري الجنوبي يخاطب نظيره المصري لتاكيد سداد قيمه الطائره الخاصه بالكامل. الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا رسميا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل لمنتخبنا الوطني. أيضا فنجادة قال عن فترة كيروش أنها فترة ناجحة، وإيهاب جلال جدير بتدريب المنتخب. بالفعل من وجهة نظري في هذا التوقيت أن احنا نصل إلى نهائي أفريقيا ونصل ضد السنغال في من سيصعد إلى كأس العالم، أعتقد أن هي فترة جيدة، وأنا واحد من الناس اللي كانوا يتمنوا الحقيقة أن يستكمل كارلوس كيروش مهمته في بناء منتخب مصري قوي يستطيع المنافسة على أو يستطيع أنه يفوز بدوري بالأمم الإفريقية وأيضا يصل إلى كأس العالم.